مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف من الدوحة. أعادت تفجيرات باريس وبلجيكا تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى بؤرة الاهتمام، خصوصا وأن هذه التفجيرات التي تبناها التنظيم تأتي متزامنة مع انحسار جزئي في مواقعه في كل من سوريا والعراق. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة لاستعادة مدينتي الرقة وتدمر. وأشار لافروف إلى أن الأمريكيين اقترحوا على الروس تقسيم العمل، بحيث يركز الروس على تحرير تدمر ويركز الأمريكيون على تحرير الرقة. ولكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال ردا على ذلك إن بلاده لا تخطط للعمل مع روسيا لاسترداد مدينتي الرقة وتدمر السوريتين من داعش، وأنه ليس هناك خطط عسكرية لتقسيم العمل بطريقة تتلائم مع المعايير الجغرافية التي حددها وزير الخارجية الروسي. ولكن الأيام الماضية حملت خبرا مهما، وهو استعادة النظام السوري بمساعدة الميليشيات الشيعية وبدعم عسكري روسي، وهو ما يثير تساؤلات بخصوص تلك التصريحات المتناقضة، يفتح الباب للتساؤل عن مستقبل داعش نفسها. في هذه الحلقة من تقدير موقف سنحاول الإجابة على أربعة أسئلة مركزية، هي: ماذا خسر داعش منذ تشكيل التحالف الدولي في سبتمبر من عام 2014؟ ما أبرز الصعوبات التي تواجه الحرب على تنظيم الدولة؟ ما هي مصالح الأطراف التي تواجه داعش؟ وما مستقبل داعش؟ للإجابة على هذه الأسئلة معنا هنا في استوديو الدوحة كل من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة، والدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج تاون، ودكتور مروان قبلان، مدير وحدة السياسات في المركز العربي للأبحاث، ودكتور حيدر سعيد، نائب رئيس تحرير مجلة سياسات عربية. دكتور حيدر، ما الذي خسرته حقيقة داعش من التحالف الدولي الذي شكل من أجل محاربتها؟ شكرا جزيلا. يعني طبعا يعني داعش يعني التي يعلن عن تشكيلها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، اللي نختصره باسم داعش، يعني بات معروفا إعلاميا باسم داعش، اللي يعلن عن تشكيله في نيسان أبريل 2013، وهو امتداد بالحقيقة لتطورات تنظيم القاعدة في العراق، دولة العراق الإسلامية وما إلى ذلك. بدأ يتمدد بشكل فعلي بعد سقوط مدينة الموصل بيده في حزيران 2014. تمدد الحقيقي هو قبل ذلك عانى من ضعف، يعني بحدود 2010 كان هذا التنظيم شبه ميت بسبب السياسات الطائفية تحديدا اللي اتبعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والاحتقان الطائفي الذي صار من تداعيات الثورة السورية. أنا أعتقد هذا هو المناخ الملائم الذي نما فيه التنظيم. تمدد الجغرافي بدأ بعد سقوط الموصل، احتل محافظات كثيرة في العراق وفي سوريا. التحالف الدولي مثل ما ذكرت شكل في سبتمبر 2014 بعد 3 أشهر من سقوط الموصل. نعم، الآن يعني حصيلة حوالي 2 سنين من الحرب على التنظيم، التنظيم سقط خسر أراضي كثيرة من التي سيطر عليها في العراق. التنظيم تقريبا فقد محافظة صلاح الدين كاملة، ظلت هناك معارك كر وفر في مصفى بيجي، يعني في شمال المحافظة قريب من الموصل، وخسر حتى هذا المصفى، سيطر على المصفى، خسر أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار، مدينة الرمادي مركز المحافظة، بعض مدن عالي الفرات، ولا يزال يسيطر على مدينة الفلوجة. مدينة الفلوجة لها وضع رمزي خاص بالنسبة للتنظيم ولأسلافه، يعني خاصة القاعدة، لا يزال يسيطر على بعض بلدات عالي الفرات. هذا الكلام في العراق. خسر بعض المناطق المتاخمة يعني التي بين إقليم كردستان وبين مدينة الموصل، سنجار خسرها، خسر مخمور، قضاء كامل بين الموصل وبين
أربيل، وفي سوريا خسر مجموعة كان آخرها وانسحابه من مدينة تدمر. في تصوري قبل أن نستمر في هذا دكتور حاد، هل لداعش معايير محددة في اختياره للمناطق والمدن التي يسيطر عليها؟ أم الأمر عشوائي يعني حيث محل يستقر ثم يتمدد من هناك؟ لا، بالنهاية احنا يعني تفسيرنا لداعش، داعش هو تعبير عن أزمة سياسية، وداعش يستطيع التمدد فيما لو سمحت. طبعا احنا نقول فيما لو سمحت الحاضنة الاجتماعية، هذا لا يعني انه الحاضنة الاجتماعية هي مؤمنة بأيديولوجيا داعش. هذا الاختلال التوازن والصراع السياسي هو الذي يتيح لتنظيم مثل هذا ان يتمدد، فهو مو ليس هناك قرار بالجغرافيا التي يسيطر عليها. لكن الا يختار المناطق النفطية مثلا؟ لا، انا يعني مو بهالشكل، ولا كان يروح الى لماذا المسيطر على كركوك، ليس القرار بهذا الشكل يعني. لكن ما خسر، انا اعتقد انها لازم، المعركه ضد داعش بحاجه الى تحليل. احنا من خلال دراساتنا في المركز العربي للابحاث ودراسات السياسات لدينا بالحقيقه اكثر من مشروع عن داعش، ولدينا شغل كثير. واحده من الاشياء اللي يعني باتت من نتائج هذه الدراسات انه داعش في الاراضي التي يسيطر عليها يميز بين نوعين من المدن او الاراضي. هناك مدن يعتبرها مكان استقرار ينشا عليها اجهزه البيروقراطيه والسياسيه ان صح التعبير، خاصه مدينتين اساسيه مثل الموصل والرقه، هاتان المدينتان هما مركز اساسي لداعش. كذلك مدينه مثل الفلوجه اللي انا قلت لها رمزيه بالنسبه للتنظيم، ما والاراضي الاخرى يعتبرها هي اراضي مواجهه عسكريه. بالحقيقه ما خسر داعش من أراضي هي أراضي مواجهة عسكرية وليست أراضي قرر أن يستقر عليها. أكيد إذا سمحت لي بالأرقام اللي حول الخسارة هذا بالتحديد، لنأخذ بالأرقام حسب تقرير مؤسسة جينز في الدراسات الأمنية، داعش خسرت 14% في عام 2015 من المساحة الكلية التي تسيطر عليها، وفي عام 2016 في الفترة الحالية خسرت بالإضافة إلى ذلك 8%. فهناك هذه تعتبر يعني مساحة هي باضطراب، والقضية هي ليست الخسارة بالمساحة فقط، هناك صار في خسارة لداعش خلال الفترة الماضية اللي هي أيضا بانضمام المقاتلين لداعش. حسب صحيفة الجارديان العدد نزل لداعش من 31,000 إلى 25,000 في الوقت الحالي، ففي هناك انخفاض، وهذا الانخفاض تحديدا اللي هو تم ربطه بخسارة داعش في مدينة تل أبيض التي كانت على اتصال مع العالم الخارجي. أعتقد هذا وكان من هناك شكل عائق أمام التحاق المقاتلين إلى داعش فانخفض العدد. الخسارة هي أيضا ليس فقط في المقاتلين، ولكن أيضا كان في هناك خسارة في الإنتاج النفطي للداعش، حيث انخفض أيضا مصادر التمويل. الميزانية المقاتلين انخفضت حوالي 50%، وأيضا انتاج النفطي لداعش في خلال هذه الفترة انخفض من 45,000 برميل باليوم إلى 35,000 برميل في اليوم أيضا. فهذه كلها أرقام مؤشرات، سواء بجانب المقاتلين أو المساحة أو الميزانية، في خسارة اللي هي على جميع الأصعدة. فالخسارة إذن حقيقية، ولكن بتقدير يجب أن لا نبالغ اللي هو بهذه الخسارة لنقفز إلى النتيجة بأن داعش انتهت ولا. فهنا أنا أعتقد أنه ممكن القول بأن داعش لديه فعلا، أنا أرى بأن لديه فعلا استراتيجية فيما يتعلق بسيطرته على الأراضي، يعني فيما يتعلق بمدينة تل أبيض التي ذكرتها، هو يريد منفذ على العالم، لأنه من خلال هذا المنفذ يمكنه أن يستقطب المجندين، هذا أمر أساسي. الأمر الآخر يريد منفذ على العالم، لأنه يريد أن يصدر النفط، وجزء أساسي من تجارته النفطية عمليا كانت كما نعرف من خلال المنافذ الحدودية التي كان يسيطر عليها. لذلك حرمانه من السيطرة على المنافذ الحدودية، وهذا التركيز الأساسي الذي يدفع الأمريكان إلى أن يدفعوا باتجاه إغلاق الحدود تماما بين التي تربط داعش وتركيا. يعني هذا واحد من الأسباب التي دعتهم إلى دعم الأكراد، سواء في عين العرب، سواء في تل أبيض، وفي كل المنافذ تقريبا الحدودية التي تربطهم مع تركيا خلال الفترة الماضية، وهو الذي دفعهم أيضا إلى مزيد من الضغط على الأتراك لإغلاق الحدود مع سوريا، وذلك لمنع داعش من الحصول على المجندين من الخارج ومن تصدير النفط إلى الخارج. أيضا فيما يتعلق بموضوع النفط، أنا أعتقد نعم هم دائما لديهم تمسك أكبر بالمناطق التي يعني يحصلوا منها على موارد مالية،
النفط والغاز، يعني خسارتهم للشدادي في سوريا بالفترة الأخيرة تعتبر ضربة كبيرة لهم. خسارة تدمر ليست ضربة من الناحية الرمزية، لأنه هي مدينة يعني مهمة اهتم العالم كثيرا بها لأنها تعتبر واحدة من المراكز الحضارية الكبرى في التاريخ الإنساني، إنما أيضا لأن تدمر فيها جزء كبير من مخزون الغاز السوري، وهذا أفقدهم عمليا المقايضة التي كانت تجري مع النظام. يعني في خط غاز مثلا الذي يصل إلى معمل إبلة، معمل إبلة للغاز، هذا الخط حافظت عليه داعش نتيجة أنه في اتفاق كان بينها وبين النظام للحفاظ عليه. إذا هي عندما تخسر أراضي يعني تتأثر أكثر إذا كانت هذه الأراضي تحوي على موارد طبيعية، وإذا كانت هذه الأراضي أراضي حدودية تفتح لها منافذ على العالم. من هذا الباب يمكن القول أنه فعلا يعني بالفترة الأخيرة خسائر داعش في تركيا صحيح كانت 8% لكنها كانت مهمة. أنا برأيي يعني كلها أراضي كانت ذات مردود كبير بالنسبة إلى داعش، أو كانت ذات يعني بوابة حدودية مع العالم الخارجي. صحيح. وهي الإشكالية بالنسبة لداعش أصلا هي حيازة أرض. يعني عندما يكون هناك تنظيم إرهابي مثل داعش، وهذا التنظيم كان في أول أمر لما كان القاعدة كان تنظيم سري يعمل تحت الأرض، ففي العراق راح تحول إلى ميليشيا. الآن حب يتحول إلى دولة، يعني حتى تحوله إلى ميليشيا بيكون خطر على، لأن أنت إذا كنت تنظيم حارب من كل العالم ومن كل الدول الكبرى، فأنت عندما يعني تأخذ أرض فأنت بترسل دعاية إلى الناس تعالوا أضربوني، يعني لأنه هو أصلا لن يسمح لك يعني بأرض. يعني وإذا الآن في وقت يعني مسموح لك بأنك تكون في أرض، فهذا يعني مرحلية فقط. يعني العالم كله الآن جاهز لضرب هذا التنظيم، وهو الآن يقول خذوني، هذه عاصمتي اسمها موصل وهذه عاصمتي اسمها الرقة، فتفضلوا يلا اضربوني. هل انتقل الآن التنظيم رغم محاولات التقليل من خسائره من مرحلة الهجوم والتوسع إلى مرحلة الانكفاء والدفاع على ما هو بحوزته؟ هذا هو حقيقة ما حصل. يعني وصحيح أنه انهيار الجيش العراقي في الموصل وفي أعطاه زخم ودافع وكان جاذب للمجندين، لكن الآن حقيقة بعد ما استجمعت كل الجهات العراق وسوريا وكل، بعدين هو من الأخطاء الكبرى أنه استهدف تركيا. يعني تركيا حتى حادث أنقرة كانت يعني أولويتها ليست داعش. اسمحوا لي ضيوفي الكرام قبل أن نستمر في النقاش والتحليل لنتابع تفاصيل تمدد داعش وتراجعها من خلال هذا التقرير. يقول مركز دراسة الحروب البريطاني في التقرير إن تنظيم الدولة الإسلامية كان لديه تصور لبسط دولته المنشودة على العراق وسوريا على هذا الشكل، غير أن التنظيم خلال السنوات الماضية مر بمراحل تمدد وانحسار، وفي السنة الأخيرة تعرض لخسائر كبيرة كان آخرها استعادة نظام الأسد مدينة تدمر السورية. وكان قد خسر التنظيم من قبل عين العرب كوباني وتل أبيض على الحدود السورية التركية. أما في الأراضي العراقية فخسر التنظيم مدينة الرمادي في ديسمبر الماضي، وقبلها مدينة سنجار وكذلك مدينة تكريت. هذه الخسائر عزتها تقارير الاستخبارات الأمريكية للأسباب التالية: الحملة الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتي شنت أكثر من 10,000 هجمة ضد التنظيم، عمليات القتال البري لشركاء الولايات المتحدة في التحالف الدولي، وعمليات قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة، الاعتماد أيضا على جماعات المعارضة المعتدلة في سوريا، بالإضافة إلى المساعي الدولية وقف تدفق الأجانب الساعين للانضمام إلى التنظيم. وبالرغم من هذه الجهود التنظيم لا يزال يسيطر على مناطق هامة واستراتيجية، أبرزها محافظة الموصل في العراق التي لا تزال معركة تحريرها معلقة، وكذلك مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها التنظيم من الداخل وتحاصرها من الخارج القوات العراقية. ويسيطر التنظيم أيضا على قضاء الحويجة في محافظة كركوك وعدد من بلدات أعالي الفرات، بالإضافة إلى محافظة الرقة في سوريا وهي معقل التنظيم هناك. دكتور إبراهيم فريحة، أعود إليك، ما أبرز الصعوبات التي تواجه الحرب الكونية ضد تنظيم داعش؟
في هناك اولا يعني دعيني اقول انه التحالف الدولي رغم الخساره التي مني فيها داعش بالفتره الماضيه او السنه الماضيه، التحالف الدولي ما زال فاشل في تحقيق انتصار حاسم وحقيقي وجوهري بالنسبه لداعش، وهذا يعود لثلاث اسباب رئيسيه. السبب الاول ان كما نعلم الضربات الجويه ليس بامكانها ان تحسم معركه، بحاجه الى قوات بريه على الارض ان تحارب الى جانب القوات الجويه. وبهذه النقطه بالتحديد نحن بحاجه في اي معركه حتى يكون هناك حسم ان يكون هناك حسم من المعركه البريه من المقاتلين من مقاتلين البلد نفسها وليس بجيوش عسكريه. دكتور ابراهيم فريحات، يعني الخبراء انفسهم يقولون ان حتى الحرب البريه لا تفيد مع حرب عصابات تخوضها داعش، ولهذا السبب ليس من المفيد كما كنت يعني اذكر، ليس من المفيد الجيوش الرسميه لمحاربه داعش اللي هو بهذه الفتره. انت بحاجه الى النيتيف بيبل، الناس يعني المواطنين الاصليين اللي موجودين في داخل الدول، السكان المحليين، حتى يكون في هناك مساندة للضربات الجوية، حتى يكون هناك إحداث جوي، وهذا لم يحدث. هذا السبب الأول. السبب الثاني لفشل الحملة الدولية على داعش أن داعش أصبحت جزء من النظام الإقليمي، وهي تؤدي وظيفة في داخل النظام الإقليمي نفسه. بمعنى خروج داعش من المعادلة الإقليمية سيؤدي إلى اختلال في النظام الإقليمي نفسه. بمعنى أن داعش على سبيل المثال هي تؤدي وظيفة للنظام السوري، وهذا لا يعني أن هناك تعاون بين النظام السوري وداعش، قد يكون، ولكن ليس هنا يعني ليست هذه هي الفكرة. النظام وجود داعش هو يخدم النظام السوري بحيث أنه يكون إذا البديل للنظام السوري هو النظام المتطرف لداعش. أيضا داعش تؤدي وظيفة بالنسبة للمصلحة أو للسياسة التركية، بمعنى أن تركيا هي تريد الخلاص من النظام، وإذا لا يوجد هناك اتفاق مع المعادلة الدولية للخلاص من النظام، فدع النظام الدولي ودع المجموعة الدولية والولايات المتحدة تدبر أمورها مع داعش. فإذا هي أيضا ورقة ضغط على بطريقة غير مباشرة. وكما ذكرت هذا لا يعني أن هناك تعاون ما بين تركيا أو داعش أو ما بين النظام السوري وداعش. أكثر من هجوم شهدته تركيا أسند إلى داعش. أيوة. قيل أن داعش هي التي ولهذا تحاول أن تغير المعادلة داعش، ولكن هذا ما قصدته بالداعش أنها أصبحت جزء من المعادلة الإقليمية، ووجودها في داخل النظام الإقليمي يؤدي وظيفة معينة لأكثر من دولة، وهي تؤدي وظيفة لسوريا لروسيا عفوا. يعني أحد أهم الأسباب اللي قامت عليها الحملة الروسية على في سوريا ولتسويقها لداخل روسيا كانت اللي هو الذهاب لمحاربة داعش. فإذا لم توجد داعش فما الداعي لإرسال القوات العسكرية الروسية؟ ربما العامل الثالث تمر أفضل مثال على ما تقول. العامل الثالث بس إذا سمحت لي، العامل الثالث وهو أيضا مهم جدا لسبب فشل الحملة، أن المشكلة تكمن في التحالف الدولي نفسه، بمعنى أنه لا يوجد هناك انسجام فيما بين التحالف الدولي نفسه. فمن جهة الأكراد يقاتلوا داعش، وأيضا تركيا تقاتل داعش، وتركيا تقاتل الأكراد. هذا واحد. اثنين، أنه من يقود هذا التحالف هو الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية هي لا يعني لا يوجد انسجام أو توافق على مستوى العالم العربي أو الإسلامي في قبول قيادة أمريكية لسبب مشاكل أمريكا في صورتها وفي سياساتها المنحازة والسياسة الخارجية الأمريكية، العديد من المشاكل. لا يمكن للولايات المتحدة أن تقود تحالف وتكسب معركة العقول والقلوب في المنطقة، وهذا أي تحالف تقود الولايات المتحدة سيفشل، حتى لو كان العدو بين قوسين هو داعش. حتى ولو كان داعش، لأن الاتجاه بهذا على المستوى الشعبي، وكما ذكرنا في البداية أن أنت بحاجة إلى المستوى الشعبي حتى تكسب المعركة، لأنه بهذه الحالة لن ستختار الناس عدم المحاربة داعش، ولكن عدم محاربة الولايات المتحدة بنفسها. فمشكلة قيادة الولايات المتحدة هي المشكلة بهذا. أنا إذا يعني أولا إذا عدنا إلى أحد أهم أسباب ظهور داعش، يعني دكتور حيدر بدأ في البداية قال إنه داعش هي امتداد للقاعدة. أنا أعتقد نعم هي امتداد للقاعدة، لكن ظهرت في ظروف مختلفة. أنا من وجهة نظري داعش هي رد أولا على أزمة سياسية في سوريا وفي العراق. يعني واحد من أهم أسباب ظهورها أن هناك أزمة نظام حكم في كل من سوريا والعراق. أنا أعتقد إذا لم يتم
معالجة أزمة نظام الحكم في سوريا والعراق لن تتمكن من مواجهة داعش. وأنا أعتقد أن هناك إدراك إقليمي ودولي بهذا الموضوع، وهذا ما يدفع عمليا باتجاه أنه الروس والأمريكان يدفعون باتجاه مسار سياسي في سوريا، لأن هذا الشرط أساسي وضروري برأيي لنجاح الحرب على داعش. هذا أمر. الأمر الآخر، داعش خلاف القاعدة ظهرت نتيجة هذا الاستقطاب الطائفي في المنطقة. يعني داعش نشأت رد فعل على سياسات طائفية، وقدمت نفسها باعتبارها ممثلة للسنة، للمجتمع السني خاصة في العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا. إذا لم يتم مواجهة هذا الاستقطاب الطائفي في المنطقة، أنا أعتقد أن داعش ستستمر وتتمكن من الحصول على مزيد من المجندين خلال السنوات القادمة. الأمر الثالث والأخير الذي أريد أن أشير إليه، هناك تضارب هائل في مصالح الأطراف التي تقاتل داعش. صح. وطالما استمرت هذا التضارب في المصالح، يعني ذيك الأتراك والإيرانيين والأمريكان سنرى هذا في الجزء الثاني يا دكتور. قبل ذلك دكتور حيدر، المسألة الاقتصادية مهمة جدا، التكلفة العالية للحرب ضد داعش، الأرقام تشير إلى أنه ينفق يوميا 9 ملايين دولار على هذه الحرب مع تراجع أسعار النفط. هل تستطيع هذه الدول أن التحالف الستيني أن يستمر في هذه الحرب بهذه التكلفة؟ لا، نعم بالتأكيد هذا عامل، لكن هو هذا أيضا عامل في تفكك داعش. داعش أنا لا أتفق أنه داعش مشروع دولة. داعش مشروع ميليشيا. يعني أنا لست مع المقاربة الأيديولوجية لداعش. يعني داعش هي مشروع دولة حتى وإن كانت هي تعلن رفضها للنظام العالمي. من يدرس داعش من الداخل يكتشف أنه اقتصاد داعش هو اقتصاد ما نسميه اقتصاد الأتاوة. يعني داعش أصلا قائم على فرض الضرائب من أجل الحماية ومن التهريب. في العراق الرواتب ظلت مستمرة تصل إلى المناطق التي تسيطر عليها داعش من الحكومة المركزية، وكانت داعش تستقطع نسبة من الرواتب الرسمية، رواتب الموظفين العموميين 3%. حين قطعت الرواتب من بغداد هذا ساهم في ضرب داعش. لكن أنا أعتقد دكتور مروان أشار إلى نقطة مهمة وأنا أريد ألخصها. أنا أعتقد واحد من أهم العوامل التي تقف عاقرة أمام الحرب على داعش هو عدم اتخاذ قرار بنزع الأساس السياسي لداعش. يعني الأساس السياسي، يعني المصادر الجذور السياسية التي غذت داعش، فكر داعش، يعني غلبت مو فكر داعش بالضبط، يعني فكرة اختلال النظام السياسي في العراق وسوريا. ما لم يعالج هذا لن نقضي على داعش. المشكلة الآن الأطراف التي تحارب داعش وخاصة التحالف الدولي غلبت عليها المقاربة العسكرية، أنه يجب أن نقضي على داعش عسكريا. لماذا؟ أنا في تصوري ظهور داعش الأوروبي هذا هو اللي خلط الأوراق. داعش ظاهرة محلية، وكل الجدل داخل داعش هو مرتبط بالناشناليزم، مرتبط بالحدود الوطنية. الصراع اللي صار بين داعش وبين جبهة النصرة هو صراع العراق وسوريا، القيادة للعراق وسوريا. هذا كله يخلينا أنه داعش ليست ظاهرة كونية. داعش الأوروبي مرتبط بظروف محلية تخص أوروبا. هو ليس امتدادات يبعثها أبو بكر البغدادي من الموصل أو من الرق، لكن ظهور هذا التداخل هو اللي خلى تغلب المقاربة العسكرية لدى التحالف الدولي أنه يجب أن نقضي على داعش عسكريا. ما المشترك في داعش سوريا والعراق وداعش أوروبا مثلا؟ يعني داعش أصبحت أشبه بالشعار، احنا نسميه تنظيم شبكي، ممكن أن تظهر خلايا محلية لها سياق سياسي مختلف. يعني قضية الاندماج، الاضطهاد، التهميش، قضية القومية ذات الهوية الأحادية على النموذج الفرنسي، أكثر من سبب يعالج في أوروبا. هذا يلقى نموذج الذي أعلن في العراق وسوريا، لكن هو ليس وليد نفس العوامل التي نجت في العراق وسوريا. المشكلة تنظيم القاعدة فعلا كان إلى سياق المختلف. تنظيم القاعدة أصلا نشأ كجهاد عابر للحدود ولم ينشأ كقضية محلية. داعش، هنا أدخل شوي في تفاصيل داعش في نص دقيقة، ما أريد أطول أكثر من أخذ من وقت الزملاء. المشكلة فكرة طرح القاعدة نفسها كتنظيم كوني، هذا اللي خلى داعش على الأقل في خطابه يحاول أن يركب فكرة التنظيم الكوني أو التنظيم العالمي. لكن بالحقيقة كل ديناميكية داعش هي ديناميكية محلية تخص الوضع المحلي في العراق وسوريا. هو حقيقة يعني اختصار شديد إذا سمحت دكتور عبد الوهاب حتى نمر إلى المحور الموالي. يعني داعش والقاعدة كلاهما محلي من ناحية،
لكنه ينقل معركته يعني مثلا بن لادن كان مهتم بالويزا الامريكي في السعوديه، الظواهري كان مهتم بمصر، لكن كان بيرى انه ضرب امريكا او ضرب اوروبا في عقر دارها بيسرع اخراج الامريكان من هنا او من العراق وغيره. هذا هو الخلط اللي حصل حتى بالنسبه لداعش نفسها، يعني هي عندما تقرر تضرب في اوروبا تعتقد انها تستطيع ان ترعب اوروبا، لكن بالعكس الذي يحدث أن هذا بيزيد التصميم على ضربها. وانا ارى انه صحيح يجب ان نفرق بين بعض اجزاء العراق مثلا زي الفلوجه اللي جزء من المقاومه فيها داخليه، وبين جهات اخرى يعني داعش فيها هي نفسها حتى بالنسبه للسكان المحليين تنظر اليها كمشكله. على كل سنواصل النقاش وسنطرح سؤال عن مصالح الأطراف التي تواجه داعش في حرب توصف بالحرب الكونية، نناقش ذلك بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذا الجزء الثاني من تقدير موقف، والذي نناقش فيه مستقبل الحرب على داعش بعد تراجعها في كل من سوريا والعراق. ولكن قبل أن نستأنف النقاش نستعرض سريعا أبرز الأطراف التي تواجه داعش. في أيلول 2014 تم تشكيل التحالف الدولي ضد داعش وضم نحو 60 دولة. في يونيو 2014 تم تشكيل الحشد الشعبي في العراق بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرتها المرجعية الشيعية في النجف. في سبتمبر 2015 تدخلت روسيا عسكريا في سوريا. في فبراير 2016 تم تنسيق التركي السعودي في الحرب على داعش. دكتور مروان، يعني عديدون يتساءلون عن الأطراف التي تحارب داعش وحقيقة الدوافع والأهداف التي تحركها. أولا في الحرب على داعش يعني هناك تحالفين، التحالف الأول تحدثنا عنه هو التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتحالف الآخر هو تحالف أيضا دولي إنما بعدد أقل من الدول تقوده روسيا، أو تحالف الرباعي الذي أنشأ له غرفة عمليات في بغداد أو جرى الحديث عن إنشاء غرفة عمليات له في بغداد. لكن بين كل هذه الدول يعني عدينا 60 دولة في التحالف الدولي وهنا 4 دول، بين هذه الدول كلها أنا أعتقد أنه 5 أطراف أساسية في هذه الحرب، هي الولايات المتحدة، روسيا، على المستوى الإقليمي هناك 3 دول هي السعودية وتركيا وإيران. هذه الدول لديها مصالح مختلفة تماما فيما يتعلق بهذه الحرب على داعش. يعني من جهة الولايات المتحدة، وهذا يجعل أصلا الحرب على داعش حرب يعني إلى حد كبير غير قادر على تحقيق نتائج كبيرة رغم الخسائر التي تحدثنا عنها الآن التي خسرها داعش خلال السنتين الماضيتين. الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال هي تريد بالتأكيد القضاء على داعش، لكنها لا تريد من جهة أن تتدخل بريا، تريد قوات من المجتمع المحلي هي التي تقوم بهذا العمل عنها، لأنه وعد الرئيس أوباما بأنه لن ينزل قوات أمريكية على الأرض، وإن كان يخرق هذا الوعد أحيانا يعني بين الحين والآخر كما فعل في العراق مؤخرا. ولا تريد أن تبدو وكأنها تقاتل العالم السني، هذا أمر محذور آخر للولايات المتحدة، ولا تريد هذه الحرب أن تصب في مصلحة إيران. بالنسبة إلى روسيا تريد من الحرب على داعش أن تكون جسر للتفاهم مع الولايات المتحدة في إدارة شؤون العالم، شؤون المنطقة وشؤون العالم، بمعنى أن اليوم روسيا كما ذكرنا في بداية البرنامج تطرح على الولايات المتحدة التقاسم الوظيفي في سوريا، وأنا أعتقد أنه يعني عمليا، لأن أنا أعتقد ليس هناك تنسيق بين الدولتين، لكن على أرض الواقع هناك نوع من التقاسم، لأن الطيران الأمريكي يطير إلى الشرق والشمال من نهر الفرات، بينما الطيران الروسي يطير إلى الغرب والجنوب من نهر الفرات، فعمليا تقاسم على الأرض موجود. هذا ما حصل، ما شاهدناه في تدمر مثلا، إنما شاركت روسيا ليس فقط بغطاء جوي لقوات النظام والميليشيا التي تقاتل معه، انما كان هناك ايضا قوات خاصه روسيه. فقط من باب الفضول دكتور مروان، اذا كان هذا التقاسم حتى ولو ضمني لماذا لا يعترف به، لا يعلن؟ انا اعتقد لان الولايات المتحده الامريكيه تعتبر ان هذا يعني تنازل كبير تقدمه الى روسيا، وهي لا تريد ان تقوم بذلك في ظل الخلافات معها. على الولايات المتحده تدرك تماما ان
الغاية الروسية عمليا هي الوصول إلى هذا التنسيق، وخاصة بين الجيشين الأمريكي والروسي، وهذا إصرار روسي يعني مستمر منذ فترة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن هذا النوع من التوازن لن تقدمه إلى روسيا إذا لم تحل خلافات أخرى في يعني في ملفات خارج المنطقة. على المستوى الإقليمي بقي لدينا ثلاث دول أعتقد أن مصالحها مختلفة. لدينا تركيا ولديها مشكلة مع داعش، لكنها لا تريد أن تصب الحرب مع داعش في خدمة الأكراد الذين يعتبروا تهديد كبير للأمن القومي أو خدمة النظام السوري. ولدينا السعودية التي تريد من أو ترى في الحرب على داعش بوابة لمحاربة النفوذ الإيراني، بمعنى أنه في سوريا على سبيل المثال لا تريد أن يعني لا تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحالف مع إيران في الحرب على داعش في سوريا والعراق، لذلك تريد أن تدخل من هذا الباب لمواجهة النفوذ الإيراني وسد الباب على إيران. لذلك أرسلت قوات إلى تركيا يعني، وكان هناك حديث عن تدخل يعني طبعا بعيد بدون شك يعني ليس محتملا، لكن جرى الحديث عن تدخل سعودي تركي في شمال في لاستعادة الرقة في الشمال أو لاستعادة عمليا الشريط الحدودي الممتد بين جرابلس وإعزاز، هي 98 كيلومتر تقريبا من الحدود التركية التي تسيطر. الأخير طبعا أريد أن أقول إيران، إيران تريد من الحرب على داعش من جهة أن تقلب معادلات الصراع في المنطقة، بمعنى أن تسخر في خدمة الأنظمة التي تتحالف أو متحالفة معها في سوريا والعراق. لذلك نلاحظ بأن هناك تناقض كبير في مصالح هذه الدول، أفضل كبير في مصالح هذه الدول، وهذا ما يجعل من إمكانية وصول نتيجة. الأمر يشبه كثيرا يعني لعبة الليجو دكتور أيوه. عبد الوهاب، داعش كيف تستفيد من هذه التناقضات؟ يعني أنا أحب أقول أنه بغض النظر عن هذه التناقضات، انه يعني هناك داعش خلقت يعني مصلحه مشتركه للجميع في محاربتها. يعني هي بدات بقتل الرهائن الغربيين فاثارت الغرب عليها وادت الى خلق التحالف، فتحت جبهتين في العراق وسوريا، وهذا ايضا ادى الى انه كانت ركزت على سوريا مثلا زي ما جبهه الموصل كانت تفضل، لربما العراق كان يظل محايد نوعا ما في الحرب ضدها. نفس الشيء الان فتحت ايضا جبهات في نيجيريا، في الصومال، في ليبيا، في اماكن اخرى، مما جعل انه ما فيش اصلا لا مناصب من محاربتها. يعني انت اذا كنت الان فتحت جبهات في اوروبا وضربت باريس وضربت بروكسل وضربت يعني نيجيريا وكل العالم، فأنت يعني لا يمكن أن يسمح لك يعني أصلا بالبقاء، وضربت تركيا أيضا يعني. فأنت الآن حقيقة بغض النظر عن أنه يعني البطء في التحرك نحو ضربها، لا يوجد هناك يعني مناص من يعني تحالف الأطراف الموجودة الآن تجتمع كلها. يعني صحيح أنه قد يكون هناك خلاف مؤقت مثلا بالنسبة لسوريا للنظام السوري، ربما للنظام العراقي، ربما لتركيا أنه في أولويات، ربما حتى لأمريكا نفسها في أولويات، لكن ليس هناك حقيقة خلاف في أن هناك حرب عليها وأن هذه الحرب يعني ستنهي داعش كدولة، لكنها لا تنهيها وستنهيها كميليشيا، لكنها بعدك تنظيم إرهابي. هذا صحيح جدا ما تفضل فيه الدكتور عبد الوهاب، ولكن باعتقادي غير كافي لتفسير التعقيد الذي يلف علاقة الأطراف مع داعش، بمعنى أنه هناك صحيح إرادي أو توافق دولي على ضرورة محاربة داعش والتخلص من داعش، وأحد الأسباب كانت هي خروج داعش من الإطار المحلي إلى الإطار الكوني، ولكن بنفس الوقت هناك علاقة حب وكراهية بنفس الوقت، love hate relationship اللي هو مع داعش. السبب اللي هو في الجانب الحب مع داعش أنه لا يوجد هناك بديل أو لترتيبات معينة، لا يوجد اتفاق على ترتيبات معينة ما بين الأطراف الدولية اللي هو للخلاص من داعش. إنه إذا اتفقت الأطراف هذه تتفق على ماذا؟ فلا أحد على سبيل المثال عندما بدأت الثورة السورية كان في هناك توافق دولي على ضرورة التخلص من النظام السوري، ولكن ما البديل للنظام السوري؟ لا يوجد هناك بديل. الآن الترتيبات ما بين روسيا وأمريكا كيف نحارب داعش؟ لا يوجد هناك اتفاق. التركية إذا أرادت أن تحارب داعش حقيقة بكامل قوتها، طب وماذا يحدث مع النظام السوري؟ فهذا ما هذه يعني هذه أحد أهم أولويات تركيا.
روسيا كذلك الأمر، إذا يعني قامت الحملة العسكرية كلها على محاربة داعش وبنفس الوقت ذهبت الحملة العسكرية لمساندة النظام. فبتقديري أنه رغم التوافق والتوافق الدولي الظاهر إلا أنه لا يوجد اتفاق على ما بعد ذلك على شكل الاتفاق الدولي لمحاربة داعش والخلاص منها، وهنا تكون يعني المشكلة فيما يتعلق بالميليشيات مثلا في العراق، أنه أثبت لما تدخل الميليشيات بتعمل يعني دمار وتطهير عرقي وأشياء، وهذا قد يكون حتى خلى الأمريكان نفسهم مثلا يبطئوا الآن في دعم العراق. دكتور حيدر، يعني سمعنا كلنا تقريبا مقولة أنه داعش أداة لإعادة رسم حدود المنطقة، هل فيما يجري على الأرض الآن ما يؤكد أو ينفي هذه المقولة؟ يعني إذا كان يفهم من هذه المقولة أنه داعش صنعت من قبل قوى، ما أنا لا أعتقد بذلك، لا أؤمن بذلك. أما أن كون داعش يعني هي جزء من مرحلة انتقالية تعيشها المنطقة، وقد يكون هناك نوع من الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة، هذا ممكن. لكن أنا أعتقد إحنا ينبغي أن نركز، يعني داعش قد تبدو لبعض داعش بالنسبة لتركيا هي إشكال أمني، لكن هي ليست كذلك في العراق وسوريا. يعني أنا أعتقد يجب أن نركز، هي داعش ليس تنظيما أتى من المريخ أتى من السماء، داعش هي مرتبطة بتفاعلات مع المجتمع المحلي، وهذه قضية يجب أن نفهمها. داعش تحولت إلى فكرة خلاصية، وهذا الخطير. شنو اللي يخلي أخوة اثنين في بلجيكا ينتحرون ويضربون مطار أو مترو يعني، ويعلنون عن نفسهم أنهم جزء من تنظيم داعش؟ تحول داعش إلى الفكرة كونها فكرة خلاصية، يعني بعد أن اليأس من الدولة الوطنية بنموذجها الذي تأسس عبر 100 سنة، بدأت هنا داعش هي تملأ هذا الفراغ. لذلك أنا أعتقد مرة ثانية يجب أن تعالج هذه المشكلة، هل داعش هي عتبة لمعالجة خريطة سياسية جديدة للمنطقة؟ لا أعتقد، لكن في كل الأحوال أنا أعتقد مسار عتبة داعش يجب أن نرجع إلى قواعد الدولة الوطنية، دولة المواطنة، دولة المساواة، دولة الحقوق للجميع. هذا كله مهم، ولكن على الأرض دكتور حيدر وكلكم ضيوفي، مثلا محاربة الأكراد والتي وصفت بأنها بطولية لداعش، ربما هي التي مهدت لمطالبة الأكراد الآن بكيان مستقل. إذا فالتغيير يعني على الأرض كأنه بدأ يحصل فعلا. لا 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 يجوز، أنا لا أعتقد أن الربط بين الأمرين بهذه الطريقة، لأنه أصلا المعارضة السورية هي التي قاتلت داعش في مطلع العام 2014 وهزمتها وأخرجتها تقريبا من كل منطقة شمال، من كل منطقة من حرب، أخرجتها من كل منطقة شمال، من كل منطقة شمال حلب. صحيح عين العرب كوباني حصلت مقاومة كردية، لكن حصل أيضا دعم أمريكي غير مسبوق تقريبا. لو حصل هذا الدعم الأمريكي لقوات المعارضة السورية لتمكنوا هم من القضاء على داعش. كان ذريعة لا أكثر. لا أنا أعتقد بأن الأكراد استخدموا الحرب على داعش لخدمة مصالحهم وتطلعاتهم القومية التي هي تسبق داعش بكثير. يعني الطموحات الكردية ليست وليدة اليوم وليست وليدة يعني الفترة التي ظهرت فيها داعش، هي أقدم من ذلك بكثير، لكن وجدوا أن القوى الدولية والإقليمية تحتاج إليهم، تحديدا القوى الدولية الولايات المتحدة وروسيا تحتاج إليهم في محاربة إما داعش أو محاربة المعارضة السورية كما حصل تقريبا في منطقة شمال حلب خلال يعني الفترة الماضية عندما قامت روسيا بتغطية التقدم الكردي من منطقة عفرين باتجاه الشرق. هذا الحاجة الدولية لقوة محلية على الأرض لمحاربة داعش وقوة محلية يثق بها الطرفان. يعني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لم تثق يوم من الأيام في المعارضة السورية، كانت دائما تقول إذا أعطيناهم سلاح نخشى أن يستخدموه ضدنا. يعني كان هناك دائما شكوك بالمعارضة السورية، ذلك منع عنها أي نوع من أنواع السلاح النووي. هذا السلاح النووي أعطي للأكراد لأن هناك يبدو ثقة أمريكية أكثر بالأكراد فيما يتعلق بموضوع يعني تسليحهم، وهذا دفعهم أو مكنهم عمليا من أن يحققوا هذه الانتصارات على داعش ومن استخدام هذه الحرب عمليا لتحقيق طموحاتهم القومية سواء في سوريا أو في العراق. وإضافة إلى ذلك طبعا هو المعارضة السورية كانت تحارب النظام وتحارب داعش وتحارب أحيانا جبهة النصرة، بينما الأكراد كانوا متسالمين مع النظام وكانوا موحدين. المعارضة السورية الأخرى كانت غير موحدة. لكن أنا أعتقد أن النقطة اللي قلتها صحيحة، أن هم الأكراد استفادوا من انتصارهم على داعش ومن الدعم الأمريكي اللي جاءهم
ومن مصالحتهم مع النظام السوري حتى يقولوا نحن فعلا نريد أن نستحق الآن. أيضا في العراق هناك الآن مبررات أصبحت للتقسيم، يعني الأكراد في العراق يقولوا نحن الآن نريد أن نستقل، والسنة في العراق يقولوا أن ما حدث بعد إخراج داعش أيضا أصبح يبرر لنا نوع من الاستقلالية لأنه الطائفية أصبحت مشكلة. باختصار شديد دكتور إبراهيم، هذه التناقضات في مصالح الأطراف التي تحارب داعش يعني تطيل أمد الحرب أم أنا بعكس ذلك؟ بتقديري تطيل أمد الحرب، لأنه الاتفاق ما بين الأطراف الدولية المشاركة هو بعيد جدا وغير واقعي في الوقت الحالي. يعني بالنسبة للأكراد العراق بالتحديد الآن، يعني البرزاني طرح أنه ما ثمن مشاركتنا في معركة تحرير الموصل، فإذا يعني صارت اللي هو عملية الاتفاق على محاربة داعش هي بحاجة إلى الدخول إلى الكثير من التفصيلات التي باعتقادي في ظل غياب قيادة دولية حقيقية، وبرجع على المشكلة اللي هو لمشكلة القيادة في هذا وهي الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقود، وأيضا في مشكلة كبيرة في المنطقة بمسألة القيادة الأمريكية، وبالنهاية أن تترك الأمور لجميع الأطراف أن تتفق على شكل معين لترتيب لما بعد داعش وما بعد التخلص من داعش. هذا على الأقل حسب المؤشرات الموجودة في الوقت الحالي لا يوجد أي مؤشرات على اتفاق أو حتى على شبه اتفاق، مما يعني أن وجود داعش ضرورة لاستمرار المعركة. دكتور حيدر، يعني احنا حللنا جيدا التناقضات داخل بين أطراف التحالف الدولي في الجبهة المحاربة لداعش، لكن لا ننسى أنه بالحقيقة الطرف الأساسي هو الولايات المتحدة، وكثير من مشكلات هذه الحرب مرتبطة بالولايات المتحدة تحديدا. يعني نحن لا نستطيع أن نتحدث عن مشاركة فعلية لا لتركيا ولا للسعودية ولا لكل أطراف. صحيح. المشكلة مرتبطة بأساس الرؤية الأمريكية للحرب على داعش، وهذه رؤية مر عليها دكتور مروان سريعا، رؤية فيها كثير من الارتباك. ويمكن حضرتك أيضا قلتي أنه هناك دائما تعديلات في هذه الرؤية. أوباما أخيرا في نوفمبر بعد أكثر من تصريح تحدث عن استراتيجية تتكون من 3 عناصر ربما مرينا عليها في حلقة سابقة، يعني قوات من المجتمع المحلي، غارات جوية، دعم وتدريب وتأهيل، ودعم لوجستي مع إمكانية عمليات خاصة. داخل كل هذا هناك تناقض داخل الإدارة الأمريكية نفسها، داخل الأطراف التي تخوض الحرب على داعش. رؤية أوباما هي ليست رؤية المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية منذ وقت مبكر تعلن أنه مو بالضرورة اللي يقوله أوباما هو صحيح وراح يستمر. نحن ربما لن نستطيع خوض الحرب على داعش من دون نشر قوات برية. كانت تكتب لأوباما تقارير قيل أنه لا يرضى عنها، ثم يطلب من الخبراء العسكريين كتابة تقارير أخرى، يعني ربما تلقى لديه رضا أكثر. أي من بين هذه الحلول دكتور حيدر، مؤخرا كما يبدو سعي الولايات المتحدة إلى الحلول السياسية بمعنى تشكيل حكومات وحدة وطنية إلى ذلك، على غرار مثلا لا أعتقد تراجع هذا المشروع ليبيا العراق غير لا يعني حالة العراق هي ضغطت في أثناء تشكيل حكومة العبادي شوكت سبتمبر 2014 مع تشكيل التحالف الدولي، لكن وين الآن المطالب السياسية فيما يخص العراق؟ أبدا، ليس خلاص انتهت الآن، ليست هناك سوى المقاربة العسكرية. يعني ما عدنا نسمع شيء عن الحرس، الحرس الوطني قدم باعتباره مفصل أساسي في الحرب على داعش، هو القوات المحلية المصنوعة من المجتمع المحلي لخوض الحرب على داعش. هل أحدكم الآن يسمع شيء عن الحرس الوطني؟ أبدا. يعني قضية مشاركة السنة في وين الإصلاح، حركة الإصلاح اللي قوتها العبادي، نتحدث عن فساد وعن إصلاحات إدارية. صحيح. حتى في سوريا هذا الأمر ينطبق أيضا على سوريا، بمعنى أنه توصل الروس والأمريكان إلى هدنة فرضوها تقريبا على طرفي الصراع، النظام والمعارضة.
المسار السياسي تقريبا متوقف او ليس هناك يعني امكانيه لتقدم حقيقي فيه من جهه، لكن هناك يعني في فصل تماما بين المسار السياسي والمسار العسكري. المعارك على الارض متوقفه بين النظام والمعارضه، هناك دفع باتجاه الطرفين ان يقوموا بالقضاء على داعش وفي الوقت الذي لا يجري فيه اي تقدم على مستوى المسار السياسي، وهذا يعني بالمحصله انه المشكله لا تحل. ما يجري التعامل معه عمليا هو الهموم والاهتمامات الأمريكية تحديدا فيما يرتبط بالقضاء على داعش أو مواجهة داعش. هذا ما حصل في تدمر وما حصل أيضا في شمال حلب خلال الفترة الماضية. جميع المعارك الدولية التي تخاض في هذا المجال هي تخاض بنفس الأدوات القديمة، يعني الحملة العسكرية هي حلول عسكرية كما كان في أفغانستان وفشلت، وكما كان في العراق حملة عسكرية وفشلت، وأيضا اللي هي الحرب على الإرهاب في اليمن وفشلت. في اليمن القاعدة الآن أكبر، يعني أقوى بعشرات المرات مما بدأت الحملة، مساحات أكبر بكثير ما يمتلكه طرفي الصراع. يعني كانت الولايات المتحدة تحارب اللي هو بالطائرات بدون طيار في اليمن وتدعم نظام الفساد اللي هو في علي عبد الله صالح، كانت تحارب القاعدة في العراق وتدعم النظام الطائفي في العراق، وكانت تحارب طالبان في أفغانستان، وأيضا المشاكل. هذا قد وصلنا إلى استنتاج بالمناسبة. هي نفس الحرب بنفس الأدوات القديمة، ولا يوجد أي سبب، اللي هو جميع الحروب السابقة فشلت الحملات العسكرية، ولا يوجد أي سبب يختلف أو يدعو إلى اختلاف هذه الحملة عن غيرها مما يدعو إلى نجاحها. طيب دكتور مروان، خليني أسألك سؤال مباشر نختم به هذه الحلقة. حيدر العبادي في مؤتمر ميونخ السياسي والأمني مؤخرا قال أنه قريبا سنقضي على داعش في العراق. فرنسا أيضا في نهاية السنة الماضية قالت أن السنة المقبلة ستكون سنة القضاء على داعش في ليبيا. مستقبل داعش في ظل كل هذه التصريحات وهذه السياسات المتضاربة. يعني أنا أعتقد هذا كلام استهلاك سياسي لا أكثر ولا أقل. أعتقد أن يعني لأن أوباما نفسه قال أن هذه حرب سوف تستمر سنوات طويلة جدا وتحدث عن عقود حتى. أنا أعتقد بأن هذه الحرب، لأنه حتى يعني كنت أريد أن أصل إلى الاستنتاج الذي كنت أريد أن أعقب فيه على كلام الدكتور إبراهيم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تشاغل داعش في هذه المساحات. يعني عمليا الولايات المتحدة الأمريكية تنجح حيث لا تستطيع داعش أن تصل إلى الأرض الأمريكية وأن تضرب المصالح الأمريكية، طالما أن الأرض في حروب الآخرين وتجري عليها. أنا أعتقد هذا يعني جزء من الإنجاز الذي يمكن أن تباهي به الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أريد أن أعود إلى السؤال. أنا أعتقد أن الحرب على داعش لن تحقق أي نتيجة، القضاء على داعش لن يحقق النتيجة المرجوة كما يقول العبادي وغير العبادي، ما لم تحل أزمات السياسية في هذه البلدان. هناك أزمة سياسية في العراق، هناك إقصاء لجزء كبير من المجتمع العراقي، يجب أن يتم التعامل مع هذا الموضوع. هناك حرب في سوريا عمليا، يجب أن يتم التعامل، وحاجة إلى حل سياسي يجب أن يتم التعامل. هناك مشكلة سياسية في ليبيا، هناك مشكلة سياسية في اليمن. إذا لم تعالج هذه المشكلات لن توصل الحرب على داعش إلى أي مكان. المستقبل من ناحية مستقبل داعش كدولة ما عندها مستقبل. يعني وزي ما ظهر الآن مثلا في تدمر أنها يمكن يعني إذا صدقت النية يمكن بسرعة جدا أن تزال، وأنا أعتقد يعني ما تبكس أشهر في الرقة لكن إشكالية داعش كتنظيم وداعش كميليشيا أيضا ليس لها مستقبل. يعني ستدمر وستجلى من الأراضي فيها. لكن الإشكال في عقلية داعش وداعش كتنظيم داعش إرهابي. داعش الفكرة والتنظيم الإرهابي اللي مثلا بيستقطب الشباب في أوروبا وكذا كذا سيستمر لبعض الوقت، ولكن رغم حتى تظهر داعش أخرى إذا لم تحل المشكلة السياسية. صحيح يعني هو حل المشاكل السياسية أيضا غير مرتبط مباشرة بداعش. صحيح أنه حل اذا يعني وزيل داعش وبقي الوضع في العراق زي ما هو عليه ستظهر داعش. هل هي بصدد الانتقال الى شمال افريقيا عبر ليبيا؟ داعش ومستقبلها. داعش لا تمتلك المقومات الذاتيه للاستمراريه للديمومه. فداعش ممكن اللي هي تختفي بعد اشهر او بعد سنه، لا يمكن ان تستمر. ولكن داعش ما يبقى موجود هي الاسباب التي ادت الى ظهور داعش، والمرتبطه بالاستبداد والقمع
والعنف البنيوي والعنف البنيوي الموجود. ولذلك من الممكن ان تنتهي داعش في الوقت الحالي ويظهر عندنا داعش 2.0 داعش 2.3 والنسخه الرابعه والخامسه بتسميات مختلفه. هذا لن يهزم طالما لم تتم معالجه الاسباب التي ادت الى ظهور داعش المتمثله بقمع الحريات والعنف البنيوي والستركتشرال فيولنس والاضطهاد والاحباط والى اخره. وقتها ممكن يكون ان التطرف ممكن ان يختفي، ولكن هذا كله بالمناسبه الاسباب كلها موجوده وهي بتفاقم مستمر، وهذا ما يجعل ظهور ممكن نسخ متطرفه اكثر، النسخه الثانيه والثالثه والرابعه من داعش بشكل اكبر. نفس كلام دكتور ابراهيم، راح اصوغه بعبارات اخرى. احنا من خلال دراسات ميدانيه اكتشفنا انه المجتمع، الناس في المناطق التي تسيطر عليها داعش لا يؤمنون بان داعش مشروعا، بان داعش مشروع قابل للاستمرار. يعتقدون ان داعش هي حاله انتقاليه وهي جزء من صراع، هي ميليشيا وليست دوله. هذا المجتمع ليست لا باقيه ولا تتمدد ابدا. هذا المجتمع يعتقد ابدا، المجتمع هناك ثقافه دولتيه مسيطره. المشكله الخطيره هي ما يمكن تسميته امننا داعش، اعتبار داعش ظاهره امنيه وليس الظاهرة سياسية. أنا أعتقد هذه واحدة من أكبر المخاطر التي تواجه مواجهة داعش. داعش هي ظاهرة سياسية ويجب أن تعالج سياسيا. شكرا جزيلا لكم جميعا. ومشاهدينا، في ختام هذه الحلقة من تقدير موقف لم يبقى لنا إلا أن نشكر كل من الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج تاون، ودكتور مروان قبلان مدير وحدة السياسات في المركز العربي للأبحاث، ودكتور حيدر سعيد نائب رئيس تحرير مجلة سياسات عربية. وشكر موصول لكم طبعا إلى حلقات أخرى من تقدير موقف. هذه تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.